يعني انا متوقع ان يدخل مثلا حوالي من 10 15 20 اخ البرلمان مثلا، سواء كانوا حزب النور او الاصاله او المتعاونين معه، واخد بالك؟ ممكن يصل الى 15 20 15 واحد 15 واحد، انا بقول لك اهو ممكن يصل 15 ل 20 واحد، ما يزيدوش عن كده، واخد بالك ازاي؟ لو سمحت بس، لو سمحت، لما هو بعض المشايخ قال لو ما وصلناش 31% احنا هنستقيل من الحزب. الكلام ده كان تصريح، انا بقول دلوقتي مش هنزيد على العدد ده. واخد بالك؟ لما يكون الامكانيات غير متاحه ما تشتغلش. ما لسه بقول دلوقتي ان الامور لا تظهر في العين الا بثلاث حاجات: علم واراده وقدره. احنا مش عندنا الحاجات ديت. طب لو دخلنا في القصه ديت، اولا سنكون اقليه لا صوت لنا، لان يبقى عندك مئات. نمره اثنين، حتى لو لك صوت، انت عارف لما يكون واحد حسب الحق بس ان اللي حواليه يعني شويه تيران عزكم الله معلش يعني بيزعق باعلى صوته، فممكن يصاب بالتوتر. كان بعض النواب من الاخوان كانوا 88 واحد او 80 واحد في البرلمان، كان احيانا يقعدوا يزعقوا ويعملوا، ثم الكاميرا لقطاهم مش كده، ويقاطعوا الجلسات والبتاعات. كان بيسموهم النواب المشاغبين. ليه؟ لانه في حاجات غلط وبينكرهم، بس صوتهم مش مسموع لانهم ايه؟ اقليه، مع ان هم 80، واخد بالك ازاي؟ فما بالك لو كنا احنا اقل من ذلك. وبرلمان هيبقى متنمر، لانهم مش عارفين انه الديمقراطيه والحريه واللي واللي كامل الفاضي بتاعهم ده، فهيبقى الوضع مختلف. نمره ثلاثه، هجيب لك مثال بسيط عشان بالامثله الامور بتتضح، وهي قصه كانت ظريفه جدا حصلت لما كنا طلبه بنسافر القاهره، جامعه القاهره. فكان قطر الغرب، انا دايما ما بحبش اركب قطر الشرق ده ابدا، احب برضك اركب قطر الغرب لانني هوايا هناك. المهم فيجي الناس بقى في بتوع سمن النود والحته اللي هناك دي، اللي طالع بمشنه واللي طلع بحله واللي طالع مش عارف ايه. فاحيانا انت ممكن تاخد مكان بعيد بس تقف فيه، يبقى انت لابس الجاكيت بتاعك والبنطلون واقف طول المسافه من منصوره لغايه القاهره ساعتين وتلت في قطر 5:30 الصبح، واقف على رجليك جنب الباب، بس في جنب، توصل لهدومك نظيفه محترم زي البيه. وممكن تقعد على الكرسي وتزاحم وتقعد على الكرسي. المشنه اللي فوق منك فيها البتاع ديت، فيها حله، والحله دي فيها الجبنه ممش، فالقطر فيشكشك فيشكشك بتاع مش عارف ايه، الحله بتقعد تتهز، ينزل الشرشه وينزل المش على حضرتك. طبعا انت قاعد مجعوص ومبسوط، ما انت قعدت بقى، بس اصابك ما اصابك. اذا انت تنزل من القطر اصابك ما اصابك، يبقى هتخش المكان بتاعك ريحتك مش ومزفره، هتضطر تروح تقف في الطابور دوره الميه بتاعت رمسيس، النفر بربع جنيه والمستعجل بجنيه، واخد بالك ازاي؟ وتخلع الجاكيت وتقعد تغسل وتمرط، تاخرت عن المواعيد بتاعتك وهدومك اتبلت، وبرضك لسه بقايا ريحه المشي موجوده عندك، ده كله عشان انت ما رضيتش ايه؟ تعاني وتقف. طب ما تعاني وتقف وتصبر شويه، ما تتعجلش، ما تزحمش، ونخلي يقعد يقعد. اللي هيقعد الفترة دي المش هيقع فوق دماغه. أنا مش عاوز أحبابي بتوع الدعوة السلفية، المنهج السلفي، يصيبهم مكروه. والذي نفسي بيده، كما ده قلته قبل كده، لو قيل لي بأن عز الدعوة السلفية دي أن أولادك دول يتذبحهم، لا أقول يتذبح العيال كلهم. يتذبحوا كلهم في مقابل الدعوة المباركة دي يحافظ عليها. دي عزنا وشرفنا وعمرنا وتاريخنا. أكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.